السلام عليكم ما بين النكبة والنكبة نزيف من الدم وما يؤلم مشهد مروع من إجرام وحقد عدو صهيوني وآخر إرهابي يتناغم ويتساوق معه في الأهداف والوسائل لن نعود في المشهد 65 عاما إنما عام واحد في استعادة بسيطة للخامس عشر من آيار العام الماضي حينما توجه الشباب الفلسطيني والسوري تجاه الجولان العربي المحتل واستقبال جنود الاحتلال للشباب الثائر بوابل من الرصاص وفي عاده مشابهه للمضمون تكرر المشهد ولكن ليس في الجولان بل في مخيم اليرموك والعدو ليس اسرائيلي لكنه حليف لاسرائيل واداه له على الارض المرتزقه يطلقون النار على اهالي مخيم اليرموك الذين ارادوا العوده الى منازلهم فاستشهد السيدتان واصيب اخرون الذكري الخامسة والستين للنكبه اين هي القضيه الفلسطينيه هل باتت مجرد اوراق في درج المسؤولين العرب ام ان ضمير الشباب الفلسطيني لا زال موجودا هل الشعب الفلسطيني لا زال يؤمن بالمقاومه كطريق لتحرير الارض ما موقفه من مجريات الامور والاحداث في العالم العربي والاستيطان مستمر ما راي الشعب الفلسطيني طلب رئيس الاحتلال الاسرائيلي شمعون بيريز من جامعه الاعراب التدخل في سوريا وما هو الموقف من العدوان المشترك من عصابات الارهاب التي تقاتل السوريين في الداخل والعدوان الاسرائيلي المساند لها؟ هل يمكن بالفعل تحييد الفلسطينيين في سوريا عن الحرب؟ ام ان نار الارهاب طالت حتى مخيمات العوده؟ اسئله اطرحها على الهواء مباشره مع السفير انور عبد الهادي مدير الدائره السياسيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه فاهلا وسهلا به. اهلا مساء الخير. نبدا من حيث ما بدات بالمقدمه. هناك مشهد مؤلم اليوم حدث في سوريا. عندما كان العام الماضي كان هنالك جموع غفيره من الشباب الفلسطيني والسوري التي ارادت ان تحيي حلم العوده لا شيء اخر واتجه صوب الحدود. كان هنالك اطلاق نار من قبل الاحتلال الاسرائيلي. استشهد من استشهد، اصيب من اصيب، لكن بعد عام في مخيم اليرموك وعلى ابوابه يذهب مجموعه من الفلسطينيون، اغلبهم كما شاهدنا في الصور هم من الشيوخ والنساء والاطفال يحاولون ان يحيوا حلم العوده مره اخرى الى مخيم اليرموك وليس الى فلسطين المحتله، استقبلهم الارهابيون باطلاق النار، رايكم؟ راينا اصبحت الامور واضحه تماما اخي نحن منذ بدايه الازمه في سوريا اخذنا قرارا واضحا لا لبس فيه قررنا وقلنا نحن حياد ايجابي. حياد الشأن السوري لا نتدخل به هذا شأن الشعب السوري وإيجابي إذا تعرضت سوريا للعدوان الخارجي فنحن معها بلا أدنى شك وحاولنا قدر الإمكان واستطعنا أن ننجح في الحياد لمدة سنة وتسعة أشهر وفي شهر 12 الماضي تفاجأنا في دخول المسلحين إلى المخيم كانت هذه السابقة ليست الأولى كان هنالك مخيم ايضا للاجئين الفلسطينيين في اللاذقيه نعم في حمص في درعا، لكن مخيم اليرموك نعم. ظهر بصوره واضحه بصورة وجلية واضحة. م. كانت هذيك محاولات وكانت لها يعني اجواء محيطه، كنا بغض النظر نعتبرها ثانويه، ولكن انكشف انكشفت الامور عندما تم اجتياح المخيم اليرموك من قبل المسلحين تحت ذريعه وجود سلاح للقياده العامه فقلنا لهم لا, لا قلنا لهم نحن مستعدين ان لا يبقى اي سلاح في المخيم فلتنسحبوا بعد ان وجدوا هذا موقفنا قالوا لا هذه ارض سوريه والذي يجرى علي علينا يجب ان يجرى عليكم نحن نريد الانطلاق من مخيم اليرموك لتحرير دمشق هنا اختلفت الموازين هنا كان الامر واضحا هذا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بعدها تم الاساءه واجتياح اغلب المخيمات الفلسطينيه وتهجير الفلسطينيين وتم تهجير ما يقارب 200 الى 300 الف فلسطيني من من مساكنهم. وشيء ذهب الى لبنان وشيء وجد في في دمشق وفي المحافظات الاخرى. قلنا لماذا هذا الشيء؟ هل هذا الشيء هو سببه فعلا الجغرافيا؟ ونحن قلنا في البدايه لا نريد ان نتدخل. وسوريا لم تطلب منا بالمطلق، ولم تطلب من اي فصيل فلسطيني ان يقف الى الى جانبها في 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 هذا في هذا الموضوع، وقالت انتم قضيه مقدسه، عليكم حفاظ على قضيتكم ولا نطلب من احد ان يقف الى جانبنا. وفعلا نحن جميعا 99% من الشعب الفلسطيني كان موقف حيادي احتراما لسوريا وشعبها. فقلنا اصبح هنالك شيء اكبر من ذلك. على ما يبدو الهدف المباشر هو حجه وجود مسلحين والهدف الغير مباشر والاستراتيجي وصلنا الى قناعه هو الهدف ضرب التجمعات الفلسطينيه وفرط التجمعات الفلسطينيه والغاء المخيم. المخيم لانه الشاهد الوحيد على العدوان الاسرائيلي على على عدوان عام 1948 الشاهد الوحيد على نكبتنا وهو الشاهد الذي يؤكد باننا طول ما بقيت مخيمات طول نحن متمسكين في حقنا في العوده. على ما يبدو قالوا يجب ان نستفيد من ما يجري في سوريا ونياس ونو... الشعب الفلسطيني ونرفض نفرط له هذه التجمعات ونشتته لكي بالنتيجه يقبل التوطين لكن هناك فالصورة... مشكله حدثت ان هناك لحظة. بعض الفصائل الفلسطينيه قد ايدت دخول المسلحين الى مخيم اليرموك وبعض المخيمات الاخرى ساتيك فيلم ال... 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 الامور اصبحت في هذا الموضوع واضحه قلنا نحن نعم هنالك من من ايد بدافع الوفاء وهنالك من عارض قلنا نحن من من يؤيد يجب عليه ان يؤيد بطريقه بدون ما ينزج الشعب الفلسطيني في الازمه لانه سوريا لا تريد ومن يعارض يجب عليه عرفت كيف علي معارضته يجب ان لا تخرج عن اطار الموقف اللي اللي يجب ان يكون من خلال الحياديه ومن خلال التوازن وليس الانحياز الحياد الايجابي نحن بكل صراحه ووضوح نقولها الذي جرى ويجري في المخيمات هو نكبه ثانيه وهذه النكبه اهدافها خطيره واستراتيجيه تخدم الكيان الصهيوني وضرب حق العوده تحملنا الكثير قدمنا الضحايا وكنا نقول لا نريد ان نزج في الازمه يجب ان نبقى خارج الازمه السوريه. ولكن على ما يبدو المسلحين ومرجعياتهم مصممه على ادخال الفلسطينيين في الازمه. لكن البعض يقول انا اقاطعك في هذه النقطه، فقط استاذ انور، ان البعض ان يقول ان الفلسطينيين جزء من فلسطين ونحدد حماس بالتحديد. اليوم تطالب اسماعيل هنيه يقول يجب على السلطه على السوريين ان يرفعوا ايديهم عن المخيمات. اليوم هنالك طرف موجود في القضية الفلسطينية يدعم هؤلاء المسلحين، خالد مشعل يرفع علم الانتداب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، هنالك دعم لا محدود من خلال تصريحات، من خلال الأمور التي تجري من تحت الطاولة لهؤلاء الإرهابيين. ونتكلم بصراحة أكثر، الناس اليوم في سوريا بدأت تعتب أن أغلب المشاكل التي حدثت في سوريا هي بسبب وجود حركة حماس وبسبب الدعم المطلق لها من قبل سوريا شعبا وقيادة ليس فقط المسألة مسألة سياسة حتى هناك دعم شعبي هناك انقلاب واضح وصريح في خط حماس في سوريا وهنالك من يؤيب من حركة حماس ما يحدث داخل المخيمات الفلسطينية هل بقية الفصائل الفلسطينية المعروفة بتاريخ النضال الطويل ضد الاحتلال الصهيوني تشاركها في هذه المسألة أم تخالفها اختلاف كامل؟ بلا أدنى شك تخالفها اختلاف كامل نحن من دفع الثمن الأول في الصراع مع حماس أتذكر في الانقسام ونحن من نعرف حماس حماس اولا في موقفها من الازمه السوريه اثبتت بانها حركه عديمه الوفاء تسير والله مصالحها الفئويه حماس في هذه الازمه انتقلت من التيار الوطني المقاوم الى التيار الغربي الذي يسوقها من اجل يحقق لها ان تقود السلطه حماس هذه الحركه للاسف الشديد اخذت المقاومه جسرا للقتال من اجل الوصول للسلطه. حماس لم تكن من فجر الثوره وقاتل وكذا هي فصائل منظمه التحرير الفلسطينيه. حماس دخلت بما يسمى الكفاح المسلح في عام 88 وكان قبل ذلك ترفض الكفاح المسلح ولكن على ما يبدو التنظيم الدولي للاخوان المسلمين طلب منها ذلك لكي وجدت حماس لكي تقف بوجه التيار القومي في فلسطين ووجدت حماس لكي تقف في وجه منظمة التحرير لكي تشكل البديل وكما هو معروف حركة حماس للأسف الشديد هي مارست تمارس ممارسات فئوية الآن ماذا يجري في غزة؟ حماس تخطف قطاع غزة تمارس ممارسات في قطاع غزة حماس لماذا ترفض الانتخابات؟ لأنها تعرف بأنها ستسقط لأنها ممارساتها الشعب بدأ بدا عدم يلتف حوله اما الذي جرى في سوريا بكل صراحه وضوح حماس لم يكن لها شعبيه فلسطينيه في سوريا كانت شعبيتها سوريه لانهم استغلوا الضياف السوريه واستغلوا الشعب السوري الطيب وكانوا يزورون الجوامع وكل مناطق سوريا وكانوا يعملوا شعبيه فلسطينيه، عندما خرجت حماس من سوريا لم ياسف عليها اي فلسطيني، الفلسطيني هون واعي بغض النظر نحن لا لا ناخذ موقف من حاز لطرف او طرف ولكن نحن نتحدث بكل وضوح، عليك يا حماس لو كنت تختلفي مع سوريا عليك ان تصمتي ليس من حقك ان تتخذي موقف وتنحازي الى الطرف الاخر، لانه لو كنت حريصه على الشعب الفلسطيني يجب في انحيازك هذا انت تضر الشعب الفلسطيني، انت بمواقفك السياسية القائد السياسي لا يتخذ مواقف سياسية ولا, يت... ولا ينحاز لطرف ممكن ان يؤثر على على شعبه. آه، نحن نحن دقيقين جدا في هذه المسألة، كل تصرفات حماس هي تنعكس على الشعب الفلسطيني، ولكن للاسف المزاودات موجودة عند حماس. موجود. الى الآن الى الآن اما الشعب الفلسطيني فهو براء من هذه المواقف الشعب الفلسطيني واعي واعي بأنه لا يم... لا... لا يمكن ولا يسمح لنفسه ان يتدخل لأنه انا اكدت باستمرار نحن ضيوف على الحكومه والشعب السوري نحن لدينا قضيه من اجل الحق العوده نحن لا نتمنى وضع نقطه دم الا على طريق تحرير فلسطين هذا شأن سوري داخلي اما إذا تدخلنا فيه فإحنا مبدأنا منذ انطلقنا في الثورة الفلسطينية عام 65 بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي، نحن لم نتدخل في ليبيا، لم تتدخل في مصر، لم نتدخل في اليمن، قلنا نحن ليس له علاقة، نحن نتعامل مع, ش... مع مع هذه الدول من خلال مواقفها من القضية الفلسطينية، فمن هذا المنطلق أي تدخل في الأزمة السورية هو ضرر للشعب السوري، للشعب الفلسطيني. والسوري نحن... أيضاً. طبعاً بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. أما الذي يقوله اسماعيل هنيه بان على سوريا ان ترفع يديها المخيمات، على هنيه ان يصمت لانه هو يضر المخيمات ويضر الشعب الفلسطيني. بعدين الذي جرى جرى اليوم وكان باللغه الواضحه نقولها الذي جرى اليوم كشف كل شيء الذي يطلق النار على الفلسطينيين هم هؤلاء المسلحين. هؤلاء المسلحين الذي يمنعون اهالينا المشردين في 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 خارج المخيمات للعوده. يريدون ان يبقوا في المخيم ليحولوه قاعده عسكريه ولكن نحن نقول شيء. نحن نقول ان شعبنا الفلسطيني بغض النظر على ما يقدمه من ضحايا في كل الازمات سيبقى صامدا وواثقا من نفسه بانه لا يحق الا الحق. سنعود الى مخيماتنا وسنعود الى كيف الفلسطيني. كيف ستعود الى المخيمات؟ يعني هناك سؤال يوم يطرح، نعم. الفلسطينيون دائما يطالبون بحق العوده وهو حق مشروع، ولكن نحن كم مخيم في سوريا لا نستطيع العوده اليها ومخيم اليرموك شاهد اخر، يعني نحن نلاحظ الصور التي اليوم حصلنا عليها في مخيم اليرموك التي ذهبت كاميرا الاخباريه وصورتها، هناك اطلاق نار كبير من قبل العصابات الارهابيه التابعه لجبهه النصره، وهنالك من قال بان هنالك بعض العناصر التابعه لحركه حماس موجوده ايضا الى جانب هؤلاء المسلحين. في هذه الحالة كيف سوف تعود المخيمات؟ كيف سوف نستطيع العودة إلى فلسطين إذا نحن لم نستطع العودة إلى مخيم اليرموك وبقية المخيمات الموجودة في سوريا؟ صديقي يجب أن تعرف نحن الشعب الفلسطيني في سوريا نحن ضيوف ولا يحق لنا حمل السلاح ولا يحق لنا اتخاذ أي قرار ضمن السيادة السورية نحن سنعود خلال إيماننا والتزامنا بالضغط السياسي بالضغط الإعلامي بإفهام المسلحين بأنهم يجرموا بحق الشعب الفلسطيني ويجرموا بحق القضية الفلسطينية فمن هذا المنطلق نحن لا نريد أن ندخل في هذه الأزمة لا نريد أن 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 يتحول الصراع صراع مسلح هذا هذا شأن هذا سيادة سورية لا نريد أن نخرقها نحن كمنظمة تحرير فلسطينية نحترم نتعامل مع الدولة الرسمية نتعامل مع المؤسسات الرسمية نحن شعبنا هون يعامل مثل المواطن السوري له كافة يعني له حقوق ممتازة الحقوق المعيشية والأخري باستثناء التصويت فلذلك نحن لا نعتبر المخيمات جزر معزولة الذي جرى في المخيمات جرى في مناطق كثيره ولكن للمخيمات خصوصيه وكان المفروض من المفروض من هدف اجتياح المخيمات هدف خطير جدا وهو اتخاذ فخ... الفلسطينيين بالصراع دخل الفلسطينيين في الصراع وفخ لسوريا لكي تدخل المخيمات تحت عنوان دخول المخيمات بأن سوريا تقوم بقتل الشعب الفلسطيني والقيادة السورية كانت واعية وقالت لن أدخل المخيم عرفت كيف ونحن قررنا أن نكون واعيين أن لا ندخل في الصراع لفترة بسيطة كثيرين من الناس انغشوا في هؤلاء المسلحين ولكن الآن الصورة واضحة أصبح هدف بعدين من يوجد في المخيم من يوجد في المخيم؟ عصابات سرقة بيوت المخيم سرقت عصابات سرقة بالإضافة إلى مخططين خبيثين توجيهات لكي يبقوا في المخيم ويخلوا المخيم نقطة توتر لعله عسى يجر بعض الفلسطينيين لكي يتحول الصراع فلسطيني سوري هذا مرفوض طيب هل ترون أن هناك فائدة من الحوار السياسي أو حتى الضغط النفسي والإعلامي على هؤلاء الإرهابيين الذين اليوم أطلقوا النار على مواطنين عزل يعني من استشهد السيدتان نحن الحوار معهم عدمي لا يوجد حوار معهم لأنه في البداية حاولنا أن نتفاهم معهم بالمنطق بالضمير بالحق نحن شعب فلسطيني نحن هذه مخيماتنا نحن لا نريد أن ندخل في الأزمة وكذا ولكن كانوا كذبة كانوا يوعدوا ولم ينفذوا هنا دخلوا على المخيم كما قلت لك في أجندة كبيرة جدا وعلى ما يبدو لن يخرجوا إلا إلا في توجيهات ما توجيهات ما من مرجعياتهم الذي يمارسوه على الأرض تقديري هو جزء جزء من الأزمة السورية وكما قلنا هدف الأساسي الأساسي زج الفلسطينيين في الأزمة لكي يحموا السلاح ويقاتلوهم أو يقاتلوا معهم وأفشلنا هذا المخطط لا يوجد فلسطيني يقاتل معهم أو يجدد في بعض بعض الشباب اللي اللي, هن يعني يعني يعتبروا لا لا يعرفوا الامور كيف تسير ولكن الهدف اكبر بكثير نحن لا نقول انه نحن لا يوجد شيء لا في ولكن بدون فهم بدون وعي اما هدف المسلحين هدفين كما قلت لك فخ للدوله السوريه لكي تضرب المخيمات او تدخل المخيمات وهذا ممكن ان يؤدي الى شهداء وقتلى من الفلسطينيين وهنا ستتحرك المكنه الاعلاميه الدوليه للضغط على سوريا وتحت هذه العنوان هي العناوين النقطه الثانيه محاوله شق الطرف الفلسطيني الان الفصائل الفلسطينيه الأربعة عشر الموجوده في دمشق موقفها واحد هي عرفت كيف مع انسحاب المسلحين من المخيم عرفت كيف علي وعوده المخيم امنا وعدم زج الفلسطينيين في الازمه والحفاظ على الموقف الحيادي مهما دفعنا من تضحيات هذا طيب. الموقف يعني ونحن يقول... في ممارستنا اليوم تم اصدار بيان اصدرتم بيان الفصائل الفلسطينية, الفصائل الفلسطينيه فصائل الثوره الفلسطينيه وكان واضح واضحا ادانه لهؤلاء المسلحين وهؤلاء الذين قاموا باطلاق النار على اللاجئين الفلسطينيين ويعني نحن نقول ربنا يكشفهم باستمرار ويكشف هذه ممارستهم لكي الذي لا يعرفهم لكي يعرفهم برايكم هل البيانات اصبحت كافيه اليوم؟ الادانات كافيه؟ بلا ادنى شك كما قلت لك نحن ليس لدينا احنا كوجود شعبي وسياسي في سوريا ليس لدينا اكثر من ذلك لانه اكثر من ذلك نحن لا نريد خرق السياده السوريه هذا اولا، ثاني شيء نحن لا نريد ان ندخل في الازمه وهذا لمصلحه سوريا ومصلحتنا نحن نبقى على الحياد مستمرين وما نحن بالعكس نحن لو كنا متهورين منذ بدايه الازمه لانشق لصار عندنا انقسام هذا مؤيد وهذا معارض وانا اؤكد لك 99% من الشعب الفلسطيني هو محايد ولا يريد ان يدخل في الازمه لانه يعي خطوره ما يجري طيب. لانه يكفي سوريا همومها حضرتك اصدرت بيان باسم منظمه التحرير الفلسطينيه قلت ان العدوان الذي استهدف مركز البحوث العلميه في جمرة هو عدوان سافر على سياده سوريا اليوم اسرائيل تدخلت بشكل مباشر في سوريا كنا نتحدث منذ بدايه الاحداث ان هنالك مؤامره على سوريا هناك حرب تقودها اجنده خارجيه واجنده غربيه معاديه لسوريا عندما يكون هنالك انكشاف لحقيقه الاوضاع وتذهب اسرائيل بشكل مباشر في غارتين الاولى في شهر كانون الثاني والثانيه قبل ايام في خمسة 5 هنالك صوره واضحه اتضحت اليوم ان اسرائيل تشارك بالعدوان على سوريا ومن يقف معها في الداخل يعادون السوريين ويعادون فلسطين حال سواء لن نتدخل في الشؤون الداخليه في سوريا لكن هل هنالك فلسطيني اليوم يشك بان اسرائيل لا تقف ما وراء الاحداث في سوريا؟ هل هنالك احد لا يستنكر العدوان الاسرائيلي على سوريا من وجهه نظر فلسطينيه على الاقل في الداخل الفلسطيني؟ انا وجدت في الاجماع كان الموقف الفلسطيني بالاجماع موحد بإدانة العدوان الاسرائيلي على سوريا. وهذا خط احمر ولا يمكن ان نخلط في اي شيء اخر. العدوان على سوريا هو عدوان على الشعب الفلسطيني والامه العربيه، ومن يرى غير ذلك فهو بلا ادنى شك انسان لا يوجد لديه جزء حد ادنى من الاخلاق. اسرائيل هي العدو هي بلا ادنى شك لها المصلحه الاولى بما يجري في سوريا، لاضعاف هذا البلد، لضرب جيشه، لضرب قواته، لضرب صموده، هذا البلد كان هو الوحيد او من جزء من البلد التي كانت تقول لا لا للهيمنة الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة بلا أدنى شك المشكلة في البلد شقين شق داخلي وشق خارجي الشق الخارجي هو الأخطر من الشق الداخلي الشق الداخلي ممكن السوريين أن يعدوا ويتفاهموا ويوصلوا إلى حق أما الشق الخارجي نعم بكل وضوح في كثيرين الآن من المثقفين والسياسيين يقولوا نظرية المؤامرة نعم يوجد مؤامرة وهذه ليست نظرية وهذه حقيقة واقع يوجد نعم. مؤامرة ليس على سوريا فقط ولكن على كل الشعوب الأم العربية يوجد مؤامرة على فلسطين يوجد مؤامرة على مصر يوجد مؤامرة في كل مكان إسرائيل لا تريد لأي دولة إلا أن تكون مديونة مرهونة تلتهي في مشاكلها لا تفكر في أي دولة أخرى ولا 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 تحس أو تشعر في في معاناة أي أي دولة أخرى من الدول العربية هذا الهدف الحقيقي الان ماذا جرى الذي يجري حقيقه يعني لو رجعنا للربيع العربي اهلا وسهلا بهذا الربيع العربي انا لم ارى في هذا الربيع العربي كله اي 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 من دعاة الربيع العربي رفع رفع علم فلسطين لا كانوا يرفعون اعلام انا لم ارى خطابا وصوله. سياسيا يدعو الى تحرير فلسطين كل هذا الربيع العربي مشكلته للاسف الشديد هو فقط باتجاه مطالب حياتيه على الطريقه الديمقراطيه على الطريقه الغربيه واخوان المسلمين نعم واحمد شفيق في في انتخابات الرئاسه الامريكيه الفريق احمد شفيق قال قال عقد اتفاق بين امريكا والاخوان المسلمين لمساعدتهم للوصول الى الحكم مقابل ان يتخلوا الاخوان المسلمين عن معارضتهم لامريكا ويضمن مصالحهم في المنطقه هم هم والغرب وهذا شيء واضح وهذا قال هذا قالوا اوروبيين هذا الكلام عرفت فلذلك نحن بغض النظر عن هذا الحكي عرفت كيف علي نقول انا كفلسطيني كفلسطيني لا تسالني ان انت مع مين انا ساسال من معي انا صاحب القضيه انا صاحب الارض المحتله فلسطين هي قضيه العرب الأولى نحن بحياتنا لم نقول لأننا لوحدنا هذا كله كلام فارغ نحن ثورتنا فلسطينية الوجه عربية القلب نحن بلا أدنى شك طول طول نضالنا نقول العرب هن الأساس ونحن إذا كان العرب موحدين وكان سقفنا عالي نحن سنكون سقفنا عالي وسننجز أكثر وإذا كان العرب مشتتين فنحن بلا أدنى شك سنضعف فالذي يجري هو تشتيت العرب وأضعاف العرب لكي نحن بالنهاية ندفع الثمن لكي نحن نقبل نقبل بالتسويات التي ستفرض علينا بشكل او باخر لاننا لان لا يوجد ساعتها من يسندنا من الدول العربيه يعني هناك شقين تحدثت بهما اود ان اتكلم الاول بخصوص الاخوان المسلمين هل حماس تخلت اليوم عن وطنيتها واتجهت نحو الاخوان المسلمين هذا اليوم ما يدور في المنطقه الربيع الذي تسميه ربيعا الذي هو بعيد كل البعد عن الربيع هو خريف وفق ما الكلام نتحدث به اليوم هل هذا الربيع اليوم اوصل حركات اخوان المسلمين ابتعدت عن كل ما هو يجب أن يكون قوميا عربيا عروبيا قضية فلسطين الأولى أصبحت متناسية يعني حتى الأخوان في مصر في يوم من الأيام كانوا يطالبون بتحرير فلسطين اليوم شمعون بيريز أصبح صديق ولا مرسي. اليوم هنالك حضن كبير مفتوح من قبل الإسرائيليين للأخوان المسلمين إن كان من فوق الطاولة أو من تحت الطاولة ما الذي يحدث؟ أولا حماس هي أخوان مسلمين مش اقتربت منهم لا انا اقصد هل تخلت عن وطنيتها؟ لم اقل انها تخلت عن اخوانها هي بالاساس اخوان المسلمين والاخ المسلم اللي باندونيسيا هو اقرب له الاخ المسلم الفلسطيني، الاخ المسلم اللي في اندونيسيا هو اقرب له مني انا كفلسطيني قومي ليش؟ لانه هن لا يؤمنوا بالوطنيه و يؤمنوا ب ب ب ب ب بالاخ المسلم، يؤمنوا بال بالامميه، يؤمنوا بال بالامه لا يؤمنوا بالوطنيه عرفت كيف؟ فلذلك الاخوان المسلمين هذه نظريتهم فلذلك هن اخوان مسلمين، هدف الاخوان المسلمين تاريخيا ان يصلوا الى السلطه. وتاريخيا يتمسكنوا ويسيروا السلطان لحين يقوى يقوى وينقلبوا عليه. هذا تاريخيا الاخوان المسلمين. آه الاخوان المسلمين في هذه المرحله في هذه المرحله عرفت كيف علي؟ على ما يبدو على ما يبدو الغرب وجد بان احنا انشانا سلام بين بعض بين اغلب الانظمه سلام واسرائيل ولكن لم ننشئ السلام بين بين الشعوب العربيه واسرائيل فلا بد لنا ان نقيم السلام بين الشعوب العربيه واسرائيل كيف نقوم السلام بذلك فلا بد من اقامه ديمقراطيات على طريقنا عندما الحزب ينتخب بشكل ديمقراطي كما جرى بمصر الاخوان المسلمين وهذول الاخوان المسلمين يقروا بالسلام مع اسرائيل بالمعنى الضمني بان كل من منتخبهم هو يؤمن وموافق على السلام مع اسرائيل. هذا الخطوره. هذه الخطوره في, 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 في ما يجري. نحن من حق الشعوب ان تغير وتبدل ومن حق الشعوب ان تحصل على حقوقها ونحن لسنا بلا ادنى شك معها ولكن نحن باستمرار لدينا الخبره. نحن لا نثق في الغرب. لانه لو كان الغرب صادق لما بقينا 60 عام 65 عاما خارج اراضينا، لو كان الغرب صادق لايدنا لا نحن ثورة الحرية الحقيقية، نحن الذين نقاوم احتلال اسرائيلي، لماذا لم يدعمنا الغرب؟ لماذا قاتلنا الغرب؟ لماذا حاصرنا الغرب؟ وجزء كبير من من الدول العربية. هل هل لا تستحق فلسطين ان تدعمنا ماليا وبالسلاح وبكل الوسائل؟ للاسف طول عمر الضغوطات العربية أن نقف المقاومة أن نذهب إلى السلام أن نفاوض أن نحاور للأسف شديد هذا مكيال أما بالنسبة للأمور الأخرى فهن بيشربوا حليب سباع لأنه هن هذا بيخدم إسرائيل فيريدون الشعوب أن الشعوب العربية أن تتقاتل مع بعضها شو فإذا كان فإذا كان في حرية وإذا كان هنالك حقيقيين بدول الديمقراطية والحرية والديمقراطية يجب يقفوا مع شعبنا الذي يقاتل منذ 65 عاما للأسف الشديد وهو دفع الكثير عرفت كيف علي مقابل الضغوطات العربيه لمنعه من الاستمرار في سوريا. شو رايكم بالمبادره التي قام باخذها حمد الى داخل واشنطن تسليم اراضي مبادره اراضي مع الكيان الاحتلال الاسرائيلي يعني تكلم بشيء لا يملكه لم يرجع الى الشعب الفلسطيني بلا ادنى شك الذي تحدث به الشيخ حمد ليس لفلسطين علاقه به. ابدا. لم يتفق عليه مطلقا واصدرنا بيان رسمي وقلنا المبادره العربيه مرفوض تعديلها ولم تعدل ولم يبحث تحديلها نحن مست... نحن اي شيء هو بعد التزام لن نعود الى المفاوضات الا بعد التزام اسرائيل بوقف الاستيطان الالتزام بالشرعيه الدوليه وحل الدولتين على اساس انسحاب اسرائيلي لخط الرابع من حزيران ثلاثه الافراج عن الاسره واي كلام بالنسبه لاي تعديلات بسيطه وطفيفه حسب الواقع هذه تبحث بالمفاوضات هذا موقفنا فلذلك الذي جرى يعبر عن نفسه يعني اسمح لي اود ان ادخل في هذا الموضوع بصراحه اكثر نعم هل نحن حصلنا على شيء من مفاوضات مع اسرائيل خلال العقود الماضيه، العقود السته الماضيه، يعني البعض يقول ان يجب ان نستفيد من تجربه المقاومه اللبنانيه، هنالك خروج من الجنوب اللبناني وتحرير الجنوب اللبناني على يد المقاومه اللبنانيه، لم تكن عن طريق المفاوضات بل عن طريق قوه السلاح. هل القصه مشابهه في فلسطين ام ان هنالك رؤيه غير متضحه اليوم للناس يجب ان نبينها. يعني خلينا نكون واضحين وصريحين. لبنان ظروفه تختلف عن ظروفنا. لبنان موجود وفي وفي دول ورائه في قوة ورائه ويقاتل على أرضه ويوجد دعم لوجستي قوي جدا ويوجد شعب ويوجد كذا نحن في أرض محتلة محاصرين ممنوع ندخل طلقة على فلسطين نحن في مثل شعب يقول ما دفشك المر غير الأمر نحن مناضلين نحن حركه فتح ومنظمة تحرير نحن عندما فجرنا الثوره كانت الضفه الغربيه وغزه تحت مع الشعب الفلسطيني في 65 لم تكن محتله نحن فجرنا الثوره لكي نحرر حيفا ويافا والقدس نحن ما فجرنا الثوره نحرر الضفه الغربيه حزب الله وراءه جدار حديدي يتمثل في سوريا في ايران في، في، في،, في 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 لبنان نحن محصورين نحن محصورين في فلسطين نحن قاتلنا قاتلنا بفلسطين ولكن العرب الضغط الشديد كانوا باستمرار لا يريدون ان نقاتل يريدون التسويه لأن كلهم يريدون ارضاء اسرائيل. نحن قلناها ونقولها باستمرار اي عربي بده يقاتل نحن سنكون امامه وليس خلفه مشكلتنا تختلف يعني من الخطا المقارنه بين ذلك والوضع الفلسطيني، الوضع الفلسطيني هو قضيه احنا عندنا احتلال استيطاني عنا احتلال استنى. نحن في عنا إقلاع شعب ووضع شعب مكانه نحن شعبنا الموجود في الداخل يعاني يوميا ويقاوم الاحتلال بكل الوسائل بكل الوسائل الممكنة يقاوم الاحتلال الذي جرى الذي جرى في في, الانتفاضة الأولى من أجهض الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية من صدقني التخازل العربي أجهض التخاذل العربي أجهض نحن نذهب إلى المفاوضات ليس معناته أنه أوقفنا نضالنا عرفت كيف؟ لأنه بالعكس نحن بالسياسة لديك أمرار ظروف لديك عاصفة قوية مضطر أن تنحي أمامها لكي تستعيد قواك نحن الآن العالم كله يضغط علينا عليك الالتزام بالشرعية الدولية، عليك القبول بحل الدولتين، قلنا نعم نحن نحرج اسرائيل، اسرائيل الان في 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 المازق بالنسبه للسياسه لكن الاستيطان مستمر لم يتوقف نعم، كل هذا سيزول كل هذا سيزول في, ميت... في كله سيزول بإيمان وفضل شعبنا وهي اسرائيل تعرف بأنها ستزيل هذا الاستيطان هذا لن لن يستمر لو كان لو كان يريد أن نفرط أو نتنازل لما بقيت قضيتنا 65 عاما ونحن نقول لا. لا نقول لا فلذلك نحن نحن يعني باستمرار نراهن على تغيير موازين القوى على التطورات ولكن اذا حققنا شيء بالمفاوضات نتيجه العالم كله يقر المبادره العرب مين وضع المبادره العربيه العرب حل انسحاب اراضي من كامل اراضي عام 67 عبد الناصر قال ازاله في السبع ازاله اثار العدوان ونحن كنا نقول لا لا قاومنا 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 بالاخير القوه القوه الاخريه اكبر منا بكثير قلنا نعم نقبل نقبل دوله مستقله على رضي عام 67 اسرائيل لا تقبل اسرائيل التي ترفض نحن ليس امامنا خيار اخر سوى ان نبقى في المفاوضات ونتمسك في الحقوق التمسك في الحقوق وعدم اعطاء اسرائيل ما تريد هذه بحد ذاته مقاومه لحين تتغير الظروف يعني يعني, يعني, في كل يعني سؤال سؤال المقاومه حماس تقول مقاومة ماذا تفعل حماس في غزة هل تقاوم بغزة كمان نسمي الأشياء بمسمياتها هل إطلاق الصاروخ هذا سيحرر فلسطين الذي يقاوم بدي يقوم, بدي يقوم هو بهجوم ومباغة العدو عندما تقول حماس في آخر اتفاق مع إسرائيل من خلال مصر أنه وقف الاعتداءات بين الطرفين اعتداءات تسميها اعتبرت نفسها جميل. اعتبرت نفسها معتدية على إسرائيل جميل أين هذه المقاومة؟ هذه شعارات فارغة الذي يريد أن يقاوم لا يتحدث يقاتل على الأرض يبني مؤسسات مقاتلة لا, لا عندما ينتخب في السلطة كانت حماس عندما كنا شكلنا السلطة قبل ما ينجحوا في الانتخابات كانت تتمهزأ بنا عندما نسمي وزير عندما نجحوا فورا صاروا أصبحوا يسموا دولة رئيس الوزراء وإلى الآن يقولوا رئيس الوزراء المنتخب شو منتخب؟ بغض النظر فيا, فيا يعني يجب ان نضع الامور بكل وضوح الان مرحله يجب ان نكون صادقين وشفافين مع بعضنا لا نعطي شعارات ووعود لا نستطيع تحقيقها نحن الان نسير نسير بخط الشرعيه الدوليه المتمسكين بها وهذه تحمينا الى حد ما في مواجهه هذا العدو ليس وتتغير الظروف لماذا اوجدوا هذا الربيع العربي لكي لا تتغير الظروف لكي لا تقوى حتى البوصله اليوم تغيرت لدى الناس، لا احد يتكلم بفلسطين. نعم نعم، لانه كما قلت لك الهدف الاساسي عزل كل الهاء كل الدول العربيه في مشاكلها وترك الفلسطيني لوحده لكي يقبل ما يطرح عليه من مشاريع تسويات على الطريقه الاسرائيليه والقطريه والقطريه. نعم. طيب فلذلك نحن موق... نحن ثوره. حتى يعني انا كلمه مقاومه انا تستفزني. أنا نحن ثورة السائر يبادر ويهجم المقاوم يجلس في مكانه ويدافع عن نفسه هذا معناها وهذا الاصطلاح أتت به حركة حماس لأنها تعود في غزة بس إذا بتهاجموني بهاجمكم غير هيك ما في هل هنالك بوادر لانفجار في الداخل الفلسطيني؟ هنالك حديث تروج له بعض وسائل الاعلام الاسرائيلي منذ فتره ليست بالطويله، هذه الاحداث الاخبار حديثه ان هنالك اقتتال ربما سوف ينتج بين الضفة الغربية وغزة بالتحديد بين السلطة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية حركة فتح وبين حركة حماس هل هنالك ظروف مشابهة لإعادة الاقتتال الدموي الفلسطيني الفلسطيني؟ هذا لن يحدث مرة أخرى مع الشارع الفلسطيني؟ لن يحدث مطلقا لأنه نحن نحن لو كنا نستطيع في الانقسام وفي القتال نحن لم نقاتل في غزة عندما قامت حماس في الانقلاب نحن لم نقاتل نحن كان لدينا 30 ألف جندي في غزة أعطيناهم أوامر بالانسحاب لكي لا يهدر الدم الفلسطيني على أيد الفلسطيني وللأسف شديد هن كانوا يلاحقوا قوادرنا وعناصرنا وكانوا يطلق عليهم النار في الأقدام لكي يشلوهم نحن قررنا الانسحاب من المعركة لأنه ما بدنا نقاتل شعبنا ونحن لو كان نريد ذلك لكنا فعلناه من زمان لأنه نحن الأم نحن الأب لهذا الشعب فنحن نتصرف بوعي وبحكمة بغض النظر فلذلك لن نسمح باقتتال فلسطيني فلسطيني داخلي واذا كانت حماس تريد ذلك فيجب عزلها لانه الشعب حماس غس، غشت بعض بعض الشعب في هذيك يعني المرحله الآن تحت عنوان أتقال. تحت عنوان الاتهامات والتفريط والى اخره وثبت بالدليل القاطع الان من يفرط من يركض وراء التسويات من يركض من, من اجل تسويقه لدى امريكا والاسرائيل حماس حماس من ترك لاوروبا حماس عندما تلتقي قنصل بسفاره 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 اوروبيه تعتبر لها تعتبر لها نفسها حققت انجاز للشعب الفلسطيني نحن لا طيب هنالك حتى حالات الاعتقال الموجوده داخل السجون اللي لحركه حماس داخل غزه يعني هذه الاعتقالات هذه الاجراءات التي اليوم بدا الناس ينفرون منها داخل قطاع غزه هل سوف تساهم بالتغيير الموقف الشعبي داخل قطاع غزة؟ يعني هنالك تصلنا نحن أخبار يوميا أن عدد كبير من المواطنين الموجودين داخل قطاع غزة الفلسطينيين يرفضون كل ما تقوم به حماس ليس فقط على المستوى الخارجي بل حتى على المستوى الداخلي أكبر دليل صحة كلامك بأن حماس نحن منذ سنتين نقول لها تفضل على الانتخابات ترفض لأنها تعرف بأنها ستسقط لأن الشعب كشفها فلذلك هي تؤجل الانتخابات هي تراهن على التغيير الخارجي حماس تراهن على ما سيجري في الخارج باعتقادها عندما تستقر الأمور لمصلحة مرجعياتها فهي ستكسب هذا كلام سليم نحن شعبنا الفلسطيني طيب بسيط عندما تطرح شيء يقتنع فيك ويدعمك وهو بحاجة لفترة لكي يكتشفك بأنك أنت تطرح شعار وتمارس عكس حماس تقاتل على قيادة السلطة حماس تقاتل على قيادة أوسلو اللي بالنسبة لنا انتهى الآن بعد إعلان بعد حصول فلسطين على عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة أصبحنا الآن نحن دولة أوسلو كان حكم ذاتي انتهى الآن نحن دولة في عرف الأمم المتحدة ونحن مئة دولة تعترف بأكثر من إسرائيل يعترف بنا كدولة فلسطينية على أراضي السبعة وستين نحن الآن حولنا الارض الفلسطينيه من ارض متنازع عليها الى ارض دوله محتله من ط من قبل عدو حتى هنالك تعاطف عالمي مع الشعب الفلسطيني اليوم في قضيته نعم نحن الان نقول سنعطي فرصه للمفاوضات على اساس محدد والرئيس ابو مازن باستمرار يكررها وقف الاستيطان الالتزام بالانسحاب لغيط الرابع بحل الدولتين على اساس خط الرابع من حزيران والافراج عن اسره وغير ذلك سنذهب الى المؤسسات الدوليه وسنحاكم اسرائيل ان شاء الله. في يعني مؤسسات هذه إيه النقاط إيه الثلاثه موجوده على الارض، استيطان مستمر، لا يوجد انسحاب، والاسرى موجودين داخل السجون، نعم وبعضهم يتعرض للتعذيب والاعتقال، وحتى ال 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 الطريقه اللا انسانيه بالتعامل ومن اذفر عن استشهاد عدد كبير منهم. عدو عنصري. هل هل, هل المفاوضات سوف تاتي بنتيجه؟ بعد ان تذهبوا الى المؤسسة الدولية، إذا لم يكن هنالك نتيجة من الذهاب الى المؤسسة الدولية، هل منظمة التحرير الفلسطينية سوف تتخذ خيار آخر؟ هل أنتم تدرسون كل الخيارات المحتملة ومنها خيار المقاومة بالسلاح؟ لم, لم نلغي خيار بتاريخنا. أبداً. الشهيد ياسر عرفات عندما دخل ووقع أوسلو وهو وهو يوقع أوسلو كان يفكر في خيار الثورة والنضال ضد اسرائيل. وأثبت عندما دخل وعندما وصل الى طريق مسدود مع هذا الكيان العنصري قرر ان يقاتل وقاتل من قاتل في 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 الانتفاضه الثانيه القوات اللي دخلت مع الشهيد ياسر عرفات اجهزه الامن والشرطه هن اللي قاتلوا اسرائيل هذا الخيارات لم يلتغي ولكن نحن لا نتحدث بلغتين نحن نقول نعطي فرصه للسلام وعندما نصل الى طريقه بلا ادنى شك الان نحن قررنا المقاومه السلميه المقاومه السلميه ونمارسها بشكل بشكل مستمر في 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 فلسطين وهذا بعض المسؤولين الاوروبيين يقولوا لنا باننا سابقا كنا نجد إلامة كثيرة عليكم الآن أنتم تحرجون في موقفهم لا 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 نرى شيئا نريد أن ننتقدكم به فمن هذا المنطلق نحن عندما يكون دور للسياسة والمفاوضات نعطيه دور وعندما يأتي دور الكفاح المسلح نعطيه دور لم تلغي ابدا منظمه التحرير الفلسطينيه مشروع السلاح فذلك تدرس الظروف المحيطه، هل انت الان في ظرف في ظرفك تستطيع ان تفتح معركه مع مع دوله اخرى؟ لا. انا بظرفي الموجود فيه في الحصار الموجود فيه انا انا يعني ليس سرا. انا وجلست سنتين في حصار من العرب، حصار مالي. ضغط العرب كانوا لا يريدون ان نذهب الى الممت. جزء كبير من العرب لا يريدون ان نذهب للنيل العضوية فلسطين في الامم المتحده، تعرف ذلك؟ لانهم اعطوا تعهدات لامريكا يقنعونا ما نروح. الرئيس ابو مازن تحدى العرب كلهم، اغلبهم بدناش نقول كلهم وذهب الى الامم المتحده ونلنا على العضويه. ونعاقب. كل ما نحقق انجاز نعاقب، بالعكس تماما اذا تراجعنا نكافئ. أنا أحكيك من صادقة من قلبي وأنا أعرف ما أقول يعني الكلام صريح جدا ربما الناس اليوم تعتب أيضا على السلطة الفلسطينية في الأحداث الجارية في المنطقة العربية بشكل عام خليني أتكلم عن المسجد الأقصى هل هناك تقصير فيما يدور في المسجد الأقصى؟ الآليات الصهيونية أصبحت قريبة جدا من هدم الأرضية التابعة للمسجد الأقصى ولا أحد يحرك فقط إدانات من قال ذلك؟ المنظمة والسلطة ماذا تقصر؟ العرب يا قرروا للقدس والأقصى لم يقدموا شيء مليونير إسرائيلي كل سنة بيقدم لبلدية القدس فقط مليارين دولار القدس لا يصلها من العرب بالسنة عشرة مليار مليون دولار. عشرة مليون دولار من المقصر في حق القدس؟ ماذا يفعل الفلسطيني؟ نحن محاصرين اقتصاديا مصانع حصار تجارتنا حصار، يوجد علينا المعابر الاسرائيليه، نحن نحن لو لو تنسحب اسرائيل نحن شعب منتج ولدي خبرات علميه. نحن اقتصادنا مبني نصفه على المساعدات واكثر من نصفه. اسرائيل تغري الناس، اسرائيل تضغط تهود كذا الى اخره. من من المطلوب منه؟ نحن صحيح اول راس حربه في الدفاع عن القدس، بس هل القدس مسؤوليه الفلسطينيين وحدهم؟ اليست مسؤوليه العرب والمسلمين؟ ماذا فعلوا للقدس؟ ساذكر لك جولدا مائير عندما حرق المسجد الأقصى قالت ليلها لم أنم لأنني اعتقدت بأن العرب سيقوموا بحرب شاملة ويحرروا القدس ولكن في الصباح عندما وجدت ردود الفعل اطمأننت بأن إسرائيل مستقرة والقدس ستبقى مستقرة يعني تتحمل العربي نعم احنا احنا جزء اساسي من 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 الامه العربيه عندما الامه العربيه تقوى نحن نقوى وعندما تضعف نحن نضعف نحن ليس بجزيره معزوله عن الامه العربيه هل حالة الأمة العربية جيدة وتلومني أنا يجب أن أكون هن هن سيئين وأنا يجب أكون جيد كيف؟ هل أنا أستطيع أن أكون لوحدي في 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 منطقة كلها في فيها فوضى ومشاكل؟ أن أكون لحالي أنا قاعد ومرتاح؟ ما تزبط هل فلسطيني بين نارين اليوم يعني تقول؟ بلا ادنى شك. منذ 65 عاما بين نارين. بين نارين التقصير والتامر والتامر عرفت كيف علي؟ وبين نار الاحتلال. نعم. واعتقد في فلسطيني عن عن رغبه او عن كذا ممكن يريد ان يفرط او يتنازل. وأنا أتحدى حتى وثيقة الاستقلال التي تقول وكتبها الشاعر المرحوم محمود درويش قال اللي أعلننا فيها قبولنا الدولة المستقلة على أراضي السبعة وستين قال أننا نقيم دولة فلسطين على أراضي السبعة وستين التي اقتطعت من أرض فلسطينية التاريخية كمان نبلغ الأجيال القادمة أنه, أنه فرض هذيك الأرض أرض فلسطينية نحن نعمل سياسيا ونعمل إعلاميا ونعمل وطنيا ونعمل كفاحا نحن بصراحة يعني يعني همومنا كثيره ولكن اتت مرحله طويله الشعارات الطنانه هي الاساس هي الاساس ضيعت الشعارات يعني يعني ارجو المعذره حماس هون قعدت عشر سنوات تحت تحت عنوان الشعارات والشعب معها الشعب السوري معها وفي فلسطين تحت عنوان الشعارات ومعها مقاومه 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 تفضلوا قاوموا من كان مشكم تجلس في غزه وتعمل اماره هاي المقاومه كيف بدك تحرر فلسطين؟ يعني حتى الاحتفالات بامير قطر والفلل التي تمنح لهم والاموال ياتوا بياتوا ياتوا بشيخ بموا... دخل غزه بموافقه اسرائيليه مسموح له و... و... ويدعو الى عدم زياره الاقصى لانه في اسرائيل ما هذا التناقض؟ من تقصد؟ يتحمل هذا الشيخ هو مسؤولية تهويد القدس من تقصد؟ الشيخ القرداوي اللي قبل ايده اسماعيل هنية نعم ويقرض له اصابعه بعدين ليس له من حق ان يمنحه جواز سفر، بأي صفة يمنحه جواز سفر؟ الحكومة المضبوطة والشرعية ليست في غزة وهذا جواز مزور ويجب سحبه من, من القرداوي ورغم كل ذلك هنالك تأشيرة اسرائيلية ياخذها بلا أدنى شك الذي يدخل غزه بدون بده موافقه اسرائيليه تأتي تأتي بها المخابرات المصريه له. لا يعول يعني ارجونا انه شاطرين، لا لا واضحه القصه. واضحه القصه. فانت تدخل غزه بموافقه اسرائيليه وتمنع المتضامنين المسلمين والعرب لكي ياتوا الى الى القدس والاقصى لكي يشدوا على ازر صمود سكان القدس ويمنعوا التهويد، لماذا؟ لماذا هذا الكيل في مكيالين؟ لانكم مشاريعكم فئويه هل, مشاريع هل هي مشاريع قويه هل هي مشاريع فئويه ام ان هنالك رؤيه لدى الاخوان المسلمين مقاربه لما يحدث في اسرائيل يعني اسرائيل اليوم عندما تقول ان هنالك دول اسلاميه سوف تظهر على طريقه الاخوان المسلمين من حقنا أن نعمل دوله يهوديه هو 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 هذا اسرائيل ترتاح من اجله اسرائيل عندما تقوم الدول الاسلاميه تحت عنوان دول اسلاميه فهي ستقول للمجتمع الدولي طب لماذا هاي دول اسلاميه لماذا نحن نقيم دوله يهوديه؟ فاسرائيل مرتاحه لما يجري، اي دوله اسلاميه تقوم هي مرتاحه وستدعم ذلك. دافئ افي اختر مدير المخابرات مدير الامن القومي الاسرائيلي قال في محاضره في حيفا، قال نحن من خططنا للانقسام واللي ساعدونا به. في غزه. لدينا الكثير ونعرف الكثير بس ولكن في فتره طويله لم نسمع لأنه كانت اخذه المنطقه أخذت الشعارات من لم يسمعكم؟ لم ن... الكثير الشعب لم يسمع الشعب العربي من الحكومات الكثير الش... اغلب الحكومات والش... والشعب ولكن الشعب قسم قسم غش بما يجري شعارات المقاومه لم نسمع الذي يجري الذي يجري في المنطقه هدفه الاساسي البرايت عندما عينت وزيره الخارجية الامريكيه في 96 راحت على الكونغرس لكي يصادقوا على تعيينها فسال احد اعضاء الكونغرس ما هي سياستك في الشرق الاوسط؟ قالت له اولا الحفاظ على تدفق النفط لنا ولاصدقائنا، ثانيا الحفاظ على امن واستقرار اسرائيل لانها الركيزه الاساسيه للحفاظ على مصالحنا، ثالثا اقامه الديمقراطيات في الشرق الاوسط. على طريقتهم في 96 سالها عضو كونغرس ثاني قال كيف نقيم الديمقراطيات في الشرق الاوسط ونحن ندعم الانظمه الدكتاتوريه والقمعيه في المنطقه؟ قالت له لا هذا شيء مؤقت نحن نعد وندرس الاجيال التي ستحكم المنطقه بشكل ديمقراطي وتقيم السلام الكامل مع اسرائيل. فسر هذا ب 96 طيب طيب جميل يعني تتحدث بقصه السلام مع اسرائيل، حماس كانت تتهمكم بانكم انتم من تسعون الى السلام مع اسرائيل. اليوم الاوراق كشفت تبين العكس تماما يعني يعني نحن نحن السلام التسويه التي نعمل من اجلها ليس نحن من نسعى لها هذه هذه التسويه في المنطقه تفرضها الظروف والموازين القوى الدوليه والقرارات الشرعيه الدوليه ولا كذا انا انا ولا اي فلسطيني لو يستطيع ان يحرر كل فلسطين لن يبخل ولكن حماس هي فعلا تريد من اجل الوفود السلطه تريد ان تدخل في هذه التسويات وتقيم السلام مع اسرائيل هذا الفرق هي سعت لذلك نحن لم نسعى لذلك هي سعت تاريخ حماس محدود حماس متى مارست الكفاح المسلح ماذا فعلت حماس سوى غير غير عمليات وبالنتيجة إذا أجينا بالأخير من آخر السطر هذه العمليات ماذا فادت الشعب الفلسطيني يعني أنت تتهم حماس حتى بالعمليات اللي قامت بها ضد الشعب الفلسطيني ليس لم تأتي, لم تأتي بصالح الشعب الفلسطيني لا ما لم تفيد بالعكس ضرتنا في كثير من المواقف من أي ناحية من النواحي السياسيه والدبلوماسيه. كنا نقول عليه عليكم على 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 المقاتلين نحن كنا نقاتل اضربوا الجيش والمعسكرات الاسرائيليه، لا تضربوا مدنيين، هذا العلم يوقف الى ضدنا، كانت حماس تعمل عمليات ضد المدنيين. ضرنا هذا، ولكن الشعوب العربيه تعاطفية عندما يقوم شيء عرف كيف؟ تهلل. ولكن الشعوب بحاجه لزمن لكي تكتشف الحقيقه. شو الوضع بغزه؟ الناس مع مين هناك؟ الناس مقموعة في غزة ومفروض عليها حكم حكم لا في حريات ما في حر مطلقاً حماس تسيطر بقوة الأمن على غزة بالسلاح بالسلاح طبعاً عارف كيف يعني هي تفضل حماس تمنع وفد حقوقي من التوجه الى رام الله حماس اللي بتدخله بتدخله واللي بتمنعه بتدخله وبتحط قوائم خلينا الصوره بس نحطها على الكاميرا نعرضها نعم ثبت لنا اياها ادانا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يوم الاحد واشد العبارات منع جهاز الامن الداخلي لحمسه الحمسه, الحمسة ومتواجده ببيت معبر بيت حانون ابر ايريز جمال قطاع غزه سفر نائب مدير الشؤون القانونيه والمحامي إياد العالمي محمد بسوسي باتجاه الضفه الغربيه صباح اليوم وانها كان بمهمه وطالب المركز حركه حماس ووقف الاجراءات يعني 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 حماس تمارس حكم قمعي في غزه تقمع الناس هذه حماس ورام الله بدي اعرف موقف الشعب الفلسطيني مما يحدث في سوريا يعني هنالك صحوه جميله هي ليس صحوه هو استمرار لذلك الشعب الفلسطيني الرائع الذي وقف ويقف يوميا مع اخوته في سوريا يعني هنالك موقف في الضفه الغربيه في رام الله بالتحديد الشباب الفلسطيني الذين يظهرون بين فترة أخرى وهم يرفعون علام سوريا وهم ينددون بكل ما يحاك لسوريا من مؤامرات والأمة العربية يعني لا أحد اليوم يستطيع أن يفصل بأن القضية العربية الفلسطينية مرتبطة بالقضية السورية مرتبطة بالقضية اللبنانية مرتبطة بهذا المحور الذي طالما حارب الكيان الإسرائيلي بشتى أنواع الطرق من أجل الحصول على تحرير الأرض كاملة من وجوده الطاهر يعني احنا مواقفنا مبدئية عن قناعه ولا نحمل جمايل لاحد. الشعب الفلسطيني واعي لما يجري في المنطقه كان في الضفه الغربيه في رام الله ولا كان في اراضي 48 ولا كان في الشتات. النسبه القليله جدا التي هي لديها مصالح خاصه ليس لديها وضوح رؤيه، اما نحن نعي ما يجري فلذلك كان موقفنا منذ اليوم الاول الذي قلناه يجب عدم التدخل في الشان الداخلي السوري ونقول الشان الداخلي السوري شانها الشعب السوري لن ندخل ولكن بالموقف السياسي والموقف الوطني اذا تعرضت سوريا للعدوان سنكون معها شعبنا في فلسطين يعي ما يجري ويعي بانه اذا انهارت سوريا نحن سنخسر كثيرا يعي هذا ما. ايمان ولا وعي؟ ايمان ووعي ايمان ووعي بلا ادنى شك ويعني بكل وضوح نقولها أه نحن اختلفنا كثيرا ولكن في عقلنا باستمرار عرف كيف علي أن سوريا الدولة سوريا الشعب هي السند سند للشعب الفلسطيني ولذلك نختلف ولا نتآمر هناك من يتآمر أظن أنتم يجب أن تعرفوا ذلك نعرف نحن ذلك. نختلف ولا نتامر نعرف ذلك بالصوت والصوره بالادله الكامله على من يتامر على الشعب الـ الـ السوري بكثير من الاشكال انا اقولها صادقه من قلبي اكثر انسان قلق لما يجري في سوريا هو الانسان الفلسطيني. انا زرت كثير والتقيت مع كثير قيادات هن في قلق لما يجري في سوريا لانه نتيجه الازمه في سوريا ستحدد مصير المنطقه في اي اتجاه هذا القلق ينبع عن ماذا؟ ينبع على على خطوره ما يجري خطوره ما يجري يعني الفلسطيني اليوم مدرك تماما بان القضيه السوريه اذا لا سمح الله تعرضت الى هزات ارتجاجيه لن يكون هنالك امان لدى الفلسطينيين، لن يكون هنالك استمرار في الوضع المرسوم في المنطقه، سايكس بيكو اثنين ربما على الابواب تطرق الجميع الشهيد ياسر عرفات في عام 2004 وكان محاصر وخرج امام باب المقاطعه والدبابه الإسرائيلي بعيده عنه خمسه امتار والقى خطاب وقال انني ارى قدوم ملوك الطوائف ارى سايكس بيكو جديد نعم نحن نرى اذا ما قلنا سايكس بيكو جديد يالطة جديده وهذا متوقف عن نتائج ما يجري هل يالطا ولا سيكس بيكو سيكون بمصلحة العرب أم ليس بمصلحة العرب شو رأي الشعب الفلسطيني بمطالبة شامون بيريز الجامعة العربية تدخل في سوريا هنا لا نتحدث داخليا نتحدث بتدخل إسرائيلي سافر في جامعة عربية مفروض أنها تكون عربية تخدم القضايا العربية وليس توجه لها النداءات والرسائل من قبل قادة الكيان الاحتلال الإسرائيلي هذا عدو عنصري عدو عنصري الثعلب يريد يستفيد من أي نقطة لمصلحته لتهميش وضرب الموقف العربي الجامعة العربية يعني يعني شو عملت لفلسطين منذ 65 عاما كما قلت أنت قرارات وبيانات فلذلك في قضايا لا وزن لها في قضايا لا وزن رغم ذلك نحن نقول نحن نسحب الزرائع ونقول نريد جامعه عربيه. ونريد لعله واسعة عسى فياتي في يوم من الايام لكي تتحول هذه الجامعه فعلا الى مواقف فاعله وتنفيذيه على الارض. نحن لا يهمنا كثيرا ما يتحدث به العداء لانه نحن لا نتوقع منهم الا ذلك. اليس كذلك؟ طيب يعني مرت على الجامعه العربيه ومرت على المنطقه العربيه اشكال من الهيمنه واشكال من السلطات التي تسمى عربية بمختلف التسميات، لكن هنالك حقبة قطرية اليوم الآن موجود حقبة قطرية لا أنا أستطيع أنكرها ولا أي أحد من المشاهدين أو المتابعين ينكرها اليوم. هل قطر أذت القضية الفلسطينية أكثر من أي حكومة عربية أخرى؟ هل قطر ساعدت الكيان الصهيوني بشكل أكبر من أي مساعدة أمريكية أو غربية؟ يعني هنالك مساعدات مالية تقدم لكيان الاحتلال الإسرائيلي، هنالك مساعدات بالغاز الطبيعي، بالبترول، حتى ان الصحافه الاسرائيليه نقلت بان امير قطر ساهم في بناء احدى المستوطنات الكبيره داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله. ما دور قطر في القضيه الفلسطينيه؟ بوضوح وبصراحه رجاء. نحن نتمنى الذي قلته كله ان لا يكون موجود. نحن نسعى الى ان هذا الوضع ان لا يكون موجود. نحن نقيم علاقات مع كل الدول العربيه. ولدينا تقييم لكل مواقف هذه العلاقة ولكن نحن باستمرار نفكر في مصلحة شعبنا فلذلك نتحدث أمرار في, 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 في دبلوماسية ما ليس لشيء أو ليس لعدم قناعة بشيء وإنما حرصا على مصالح شعبنا طيب هذا جواب دبلوماسي حق العودة هل لا زال مضمون؟ هل لا زلتم تطالبون به اللاجئين الفلسطينيين المهجرين الفلسطينيين في خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشتات هل هنالك ما يضمن مستقبلهم لدى منظمة التحرير الفلسطينية؟ مئة بالمئة حق العودة حق شخصي لا يستطيع أحد التنازل عنه وهذا كفلته الأمم المتحدة وتأكد تماما مهما طال الصراع هذا الحق مضمون وسيبقى شعبنا يقاتل ونحن الان تجد انت الشباب الصغار هن يفكروا بفلسطين اكثر من الكبار وافشلنا نظريه كل دمائر التي قالت او ديان او من قالها بان الكبار يموتون والصغار ينسون العكس الان اطفالنا وأبناؤنا متمسكون بعوده الى فلسطين اكثر من الاباء <applause> هذا شيء مقدس هذا شيء مقدس ومكفول من كافه الشرائع الدوليه وحقوق الانسان وحتى القياده الفلسطينيه تقول لا حل إلا بحق في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس وحق العودة وفق القرار 194 هذا شيء محسوم هلا هل في نتيجة في في نتيجة المفاوضات عارف كيف علي شو بيجرى شو بنوصل نوصل لتحقيق هذا الحق ولا لا هذا مبني على موازين القوى التي احنا نتمنى لا تترك فقط هذه الموضوع في رقبة الشعب الفلسطيني ورقبة هذا يجب أن يكون في قوة عربية داعمة لتحقيق حق العودة يعني سؤال أعيد طرحه بطريقة أخرى يعني من سنة 2002 إلى الآن منذ أن قدمت المبادرة العربية في ذلك الوقت ما الذي حصل؟ موازين القوى لم تتغير بالعكس كانت النتائج عكسية وسلبية المستوطنات بالمئات بنيت في الأراضي الفلسطينية المحتلة الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني ما الذي حدث؟ هل نحن اليوم ما زلنا نعول على الموازين القوى؟ هل نحن قادرون أن نعول على المؤسسات الدولية والشرائع الدولية وقوانين الإنسان؟ دمروا العراق بهذه المسألة دمروا ليبيا دمروا مصر اليوم يدمرون سوريا في هذه النقاط من خلال ما يسمونه الشرعية الدولية يعني كيف نستطيع أن نعول على مثل هذه القوانين والشرائع في مثل هذا الوقت؟ نحن لا نعول ولكن طريقنا معركة نخوضها ويجب علينا بناء قوتنا الذاتية لتحقيق تغيير تغيير على الأرض بشكل أو بآخر لذلك نحن أمام هذا الواقع هذا الخيار المفاوضات وخيار الحوار أو خيار التعامل مع المجتمع الدولي هذا لا نستطيع إلا أن نتعامل معه في ظل المعطيات يجب أن نسعى جاهدا لتحقيق تعديل موازين القوى موازين القوى لا تتعدل بين الفلسطيني والإسرائيلي لوحده موازين القوى يجب أن تتعدل بين العربي والإسرائيلي بين العربي والإسرائيلي كما قلت لك نحن قضية العرب الأولى قضية الأمن القومي العربي كل عربي بيعتقد أنه حيفك حاله عن قضية الفلسطينية فهو واهم سيفك مؤقتا ولكن ستعود وتنفرض عليه لأنه الذي الذي جرى بفلسطين وصمت العرب عليه يدفعون الآن الثمن يدفعون الآن الثمن من, من سيطرة وهيمنة وتشتيت وإلى آخره إذا كان هنالك شيء يجب أن يعاد التوازن بين ويعود إلى الصراع العربي الإسرائيلي وليس الصراع الفلسطيني طيب تحدثنا كثيرا بالشأن الفلسطيني أود أن نختم بذكرى النكبة الخامسة والستين آه، تحدثت بأن لو كانت القضية الفلسطينية قد تراجعت لما رأينا أن الآن إلى الآن نحن نطالب بقضايا نطالب بحقوقنا نحتفل بذكرى النكبة وأن كنا نحتفل بألم هذا الاحتفال نبنيه على آه اصرار وعزيمه تبقى لدى القلب الفلسطيني بان لابد ان الارصفه تعود في يوم من الايام. نحن واثقين من ذلك ولا حق يضيع وراءه مطالب وشعبنا سيبقى يطالب بكافه الوسائل من خلال العمل السياسي والدبلوماسي والمقاومه والكفاح المسلح سيستمر ونحن في 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 منظمه التحرير آه نعطي كل الاشياء حقها. لا نرفع شعارات لا نستطيع أن نحققها لكل مرحلة نعطيها مجالها ونعطيها عناوينها نحن منذ فترة طويلة قلنا نقول السلام نقول الشرعية الدولية نقول كذلك لأن الظروف المحيطة فينا كانت لا تسمح لا تسمح بذلك نحن لكل شيء نهاية وختام الآن يقولوا بدنا نحل الدولتين حل الدولتين ماشي نحن موافقين على حل الدولتين ولكن لكل شيء نهاية وأنت تعرف حصلت انتفاضة أولى قبل قبل السلام مع إسرائيل وانتفاضة بعد السلام مع إسرائيل انتفاضة الألفين وواحد وإسرائيل إذا تمت في تعنتها ولم ولم تلتزم بأسس عملية السلام بلا أدنى شك أعتقد الانتفاضة الثالثة قادمة قادمة و... والكفاح المسلح خيار مطروح بلا ادنى شك الكفاح المسلح لا يمكن ان يلغى ولكن انا افوضك والبندقيه جنبي. السفير انور عبد الهادي مدير الدائره السياسيه منظمة التحرير الفلسطينيه شكرا لك اشكرك على وضوحك وصراحتك معنا اليوم في شاشه الاخباريه السوريه. شكرا لكم وبارك الله فيكم وان شاء الله يعني بنلتقي في مره قادمه وبتكون الازمه في سوريا انتهت وعاد الامن والاستقرار لسوريا. بفضل وعي وتكاتف ابناء شعبها لان قوه سوريا هي وصمود سوريا هي قوه للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك بالتاكيد ستعود فلسطين في يوم من الايام، ستعود بقوه ابنائنا، بعزيمه شبابنا الذي يدرك مرارا وتكرارا ويدرك في قلبه وفي وجدانه بان فلسطين عربيه، الجولان عربي، ولا مكان لاسرائيل، ولا مكان لاي محتل او غازي على ارضنا. هذه تحية مني انا محدثكم حسين الفياض السلام عليكم